السلام عليكم، مرحبا بلالا مولاتي عندنا هنايا من مدينة أكادير. مرحبا بها في أوتيل أرغانا، مرحبا بها في هاد التغطية الصحفية ديال هاد الفيستيفال كله، واللي حتى أنا سعيدة أنني حاضرة فيه. التكريم ديالي بمهرجان جهة ماسة، سعيدة به، فرحانة به. دونك انا اليوم حاضره هنا في الفيستيفال ديال المهرجان الدولي للمسرح والفن والخشبه كممثله مع فرقه المسرحيه ديال طالب رغب اللي من اخراج المايسترو الكبير هشام الجبري، واللي كنوجه ليه تحيه، رفقه الممثلين الكبار اللي وقفت قدامهم سيدي هشام الوالي، عدنان محجه، يحيى الفندي. فكان لو تيكست زوين بزاف، والتجربه ديالي معهم كانت جد رائعه. لوغول ديالي هو ديال هاوتا. المهم حنا يلاه سالينا دابا العرض، راني حالتي الباتري عندي واصل 5%، العكار مشى، كلشي طار، معليش. المهم لوغول ديالي هو ديال هاوتا، هي واحد الاخت ديال يحيى وعدنان طالب ورغم، اللي كتكون قابله لهم على هبالهم، هزه الدار بما فيها كتبغيهم، ما كتبينش داك الجانب ديال الحب اكثر ما كتبين داك الجانب ديال القسوه معاهم، لانهم شويه عندهم خارجين شويه الطريق، واحد فيهم شفار، واحد فيهم بزناز، وهي حتى هي زيد الخل على الخليل، حتى هي علم الله اش تدير. المهم هادشي كامل ما نبغيش نحرقو، تشوفوه ان شاء الله في العروض الجايه ديال طالب رغب. في الحب قلبي قبيح ما نجيش ونطيح، صعيب يديني الريح، انا ماشي سهل. علاقتي بهشام الوالي، هشام انا ما كنش كنعرفه صراحه قبل، كنعرفو قبل كفنان وكممثل مسرحي وتلفزيوني وسينمائي، مي فتحت لي الفرصه انني نشتغل معاه في مسرحيه طالب رغب. انسان جد طيب، الله يعمرها دار كما تنقولوا، من الناس الدراوش تبارك الله، مربي مأصل من لا فامي الكبيره الوالي، لا هو لا سيدي رشيد الوالي، لا ابتسام، لا العائله كلها هي اللي كنعرفوها، لا عن قرب ولا عن بعد، ناس اللي هما طيبين قوي كما تيقولوا. كنقول لك شكرا هشام لانك شاركتي معايا الخشبه، واننا شاركنا الروح الفنيه مع بعضياتنا. انا يوتيوب غا واحد الايام ما كان عندي ما يدار، ودرته ماشي غياب، يعني انا ماشي يوتيوبوز ولا شي حاجه، مي يوتيوب حتى هو بالموازات مع ديك الخدمه اللي كنت كندير، كنقول علاش لا انا ما نحطش دي فلوغ، مي صراحه داكشي كيبغي الوقت والجهد والتصوير والمونتاج، وقتكم كسول شويه في داكشي. امي نعيمه اش غنقول لكم، ما كتكونش شاربه الدواء ملي كتهضر مع الناس. امي نعيمه تلقائيه اكثر من القياس، لان داك التلقائيه ديالها شي مرات كتخرج عليها هي، جيب يا فم وقول، صعيبه شويه. مي ديك الحاجه الاخرى اللي قالت ديال السرطان ولا هذا، انا ضد. كامي نعيمه انا كان كتعجبيني وكنتابع الفيديوهات ديالك. علاش كتعجبيني؟ كتعجبيني على التلقائيه ديالك، كنشوفو فيك ديك السيده البدويه اللي كتطور من راسها، كتصرف على راسها، هزه وليداتها، الله يعاونك، الله يعطيك صحتك. شوفي كون غير تخدمي وتسكتي ومتبقايش تقولي شي هضره غتكوني مزيانه. الناس ديال السرطان ما غاديش ينشفوا فيهم، هذاك ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، يقدر انا انت غدا الاخر كلشي يتصاب بهذا المرض. فباش ندعيو على الناس بالسرطان شويه صعيب، الله سبحانه وتعالى بوحديتو اللي كيعلم الالم ديال دوك الناس، ونتمنى انك تكوني راجعتي نفسك وما بقيتيش غتقولي شي هضره اللي تخرج عليك مع الناس، ورا المغاربه كيبغيوك. شوف انا لي زانفلونسور ولا لي زانفلونسوز اللي ولاو كيجيو من الانستغرام ولا من اليوتيوب وكيجيو للتلفازه، انا ماشي ضد، انا غير كون سبع كما تيقولوا كولني، يعني اللي عنده الموهبه ولا اللي عنده القدره على العطاء في هذا الميدان ويزيد به القدام، تيران واسع وكبير، فالف مرحبا بالجميع. كون غير سبع وكوني كما تنقول. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.